السلام عليكم بنات، كيفتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بكم صحه وعافيه وتكون احوالكم طيبه. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره، الشهوه ديال اليوم غنيه عن التعريف، يعني عامله ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الانستغرام. فانا بغيت نشارك معكم بالطريقه البسيطه ديالي، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غنقدم لكم نباتيه 100%، يعني ما فيهاش اللحوم نهائيا، ولكن غادي نعطيها واحد المذاق مزيون ونضيف لها واحد المكون اللي غيرفع لها القيمه الغذائيه ديالها طبيعه الحال، وفي نفس الوقت غادي يعطيها واحد الطعم لذيذ. فبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير في نفس الوقت، فرجه ممتعه. بسم الله، نبداو على بركه الله. اول حاجه عندي هنا واحد المقله غرقه شويه، عملت فيها زيت الزيتون بواحد الكميه يعني وفيره، باش غادي نشحر فيها المكونات كامله. وغادي نرمي فيها واحد فصيصات ديال الثوم هكذا صحاحين، باش هاد زيت الزيتون كتنسل لنا كتجي مزيانه بهذه الطريقه. هادي اعتمدوها في الشحر ديال الصاي ديال الفلفل وخصوصا ديال الشامبينيون. وبالنسبه للشامبينيون غادي نستعمل هاد النوع هذا اللي كيجي على هاد الشكل، هذا كيتسمى السيتاس. انا خليته هكذا يعني قطع شويه عريضه، يمكنكم تعملوا حتى الشامبينيون ياخذ اللي كيجي دائري. جوج بهم مزيانين والاثمنه ديالهم في المتناول، هذا مهم بزاف يعني تعتمدوه في التخلص في النظام الغذائي ديالكم، حيت هو يعني مصدر ديال البروتين من اصل نباتي. يعني ماشي ضروري حتى يكون اللحوم متوفره، غادي نقدروا نحصلوا على الكميه اللي كيحتاجها الجسم ديالنا من البروتينات. فهذه تبارك الله غنيه بزاف بالبروتين، بحال الله الطبيعه والعطاء الله سبحانه وتعالى والنعم ديالو، فهي كثيره ومتعدده. يعني الله سبحانه وتعالى عادل، كل شيء يقدر يتوفر على البروتين، ماشي ضروري حتى تكون لحوم اذا كانت الاثمنه ديالها غاليه وطالعه شويه في الثمن. فالحمد لله كاين اننا ممكن اننا نحصل على البروتين من مصدر نباتي بحال هكذا الخضر، بحال الحمص حتى هو مصدر نباتي ديال البروتينات. وكاين ناس يعني من غير الحديث على يعني الامكانيات الماديه، فكاين ناس مساكن عندهم امراض كيكونوا ممنوعين من البروتين الحيواني. وصافي ملي كيتشحر لي الشامبينيون السيتاس، هذا النوع ديال الشامبينيون كيقولوا له السيتاس، هنايا متواجد، هذا خديته من ميركادونا. غادي نزيد له الكميه اللي عندي ديال الفلافل كامله، وغادي نبدا نضيف في التوابل. بالنسبه للتوابل ما غاديش نعمل شي توابل كثيره، فقط غادي نعمل قليل من الابزار، غير شويه ماشي بزاف. حنا باقي غادي نزيد واحد شويه ديال بابريكا اللي هي حاره يعني السودانيه، تقدروا تعوضوها حتى بالهريسه. وغادي نزيد واحد القليل من الكمون، الكمون كيتواتى بواحد الشكل كثير مع الشامبينيون. والفلفل الاحمر بابريكا، شوية ديال الثوم غبرة ضرورية، وشوية ديال السودانية. هادو هما التوابل. صافي ملي كيتشحروا لنا ما كنخليهمش يطيبوا بزاف، يعني هاد المواد هادي كاملة خاصها تبقى شوية قطة في راسها شويش. هنا غادي نزيد واحد الكمية ديال المعجون، هنا عندي يعني كمية وصافي. وغادي نزيد واحد الصلصه ديال السمك كتواتى مع الشامبينيون، كتعطينا واحد المذاق ديال السمك من هذه الفشوه. وكيف ما شفتوا معايا يعني فشوه نباتيه 100%، يعني صالحه للناس النباتيين اللي كيتبعوا واحد النظام غذائي نباتي، وكذلك الناس اللي ممنوعين من البروتين الحيواني، وحتى للناس اللي مثلا كيبغيو يقتصدوا وماشي ضروري تكون عندنا اللحوم متوفره. يعني كنحصلوا على واحد الفشوه لذيذه وصحيه مزيانه بزاف، ونيت حتى اننا نقصوا شويه من اللحوم. يعني كثره اللحوم راهي ماشي صحيه، ماشي ما خصناش نتناولوا اللحوم بزاف، ضروري واحد النهار في الاسبوع يكون هذا واحد الوجبه تكون نباتيه 100%. وصافي غادي نزيد شويه ديال صلصه السمك، غير شويه. وفي هذه المرحله غادي نزيد الملح، انا ما زدتوش من الاول لان الشامبينيون كيطلق لنا الملح. غادي نزيد شويه الملح ونرد البال لان صلصه السمك كتكون مالحه، وبطبيعه الحال في الاخر ملي كتبرد الحشوه فكنظن يعني كنصحوا الذوق.
صافي ملي كانت فيه ولاحظت كتنشفنا هكذا الخضر تماما، كنزيدو واحد الكميه ديال الزيتون الاسود، وكنزيدو شويه ديال المايس. طبعا هاد الاضافات كتبقى اختياريه، وكنزيدو واحد الكميه ديال الجبن، كنخليو الحشوه ديالنا تبرد، ضروري خصها تبرد باش ما تقطعناش الخبز ديال التورتيه، ومن بعد نرجع معكم باش نشوفوا الطريقه ديال المونتاج. وصلت معكم حبيبتي المرحله ديال المونتاج ديال التاكوس النباتي اللي بغيت نقترحه عليكم اليوم بالطريقه ديالي، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. طريقه سهله جدا. بالنسبه للخبز التورتيه فانا استعملت هذا اللي هو ميني، صغير بزاف الحجم ديالو، ماشي صغير بزاف وانما مزيون، يعني كيجي هكذا في الوحدات كيجيو مزيون، ماشي صغارين بزاف، كاين الحجم كبير ومتوسط والصغير، هذه يعني وحيده كتجي هكذا كما كنقولوا بالدارجه ديالنا الشبعيه، اذا ما كانوش متوفرين للاشاره هادو شريتهم من كادونا يعني متواجدين، وتقدروا تجبروهم جميع السوبرات، اذا ما كانوش متوفرين تقدروا تعملوا الحجم كبير وكتقطعوه بالقطاعات دائريه الحجم اللي بغيتو. بالنسبه لطريقه التحضير فهي سهله، عندي هنا واحد الخليط ديال الكريمه السائله مع الجبن، تقدروا اذا ما كانتش متوفره تعملوا المايونيز مثلا، المهم اي كريمه اللي كتخلي لنا الحشوه تثبت على التورتيه، تقدروا تعملوا حتى صوص ساموراي، تقدروا تعملوا صوص الجيريان، اولا الصلصه ديال الاندلس حتى هي هذيك لذيذه كتجي مزيونه، اولا الصلصه الروسا المايونيز مع الكيتشوب، المهم اي كريمه اللي تقدروا تدهنوها، وكتوضعوا الحشوه ديالكم هيدا ما كتكثروش بزاف، المهم عينكم ميزانكم حتى كتملؤوها هكذا، وكتعملوا شويه ديال الجبن من فوقي وصافي. هذه استعنت بها باش كنحاول نثبت الوحدات ملي كنوقفهم كيبقاو واخدين الوقت يعني الشكل ديالهم مزيون وصافي. انا غنكمل باقي الوحدات اللي عندي. الفرن عندي كيسخن من شعلالو من الاسفل للاعلى، يعني هنايا كلشي طايب، خصنا فقط يتكراتينا وياخذوا ديك اللون الذهبي والجبن يذوب وصافي، والخبز ديال التورتيه يتقرمش وياخذ وكياخذ الفورما ديال التاكوس. ونتلاقاكم ان شاء الله في طبق التقديم. الشهيوه ديال اليوم ها هي وجدت، شهيوه خفيفه ظريفه كتوجد بسرعه وما كتاخذش بزاف ديال الوقت، والمكونات ديالها بساطين كيف ما شفتوا معايا وفي المتناول، وانا متاكده اذا جربتوها غادي تعجبكم بزاف، مذاق خفيف ومزيون بزاف، ان شاء الله تجربوها وتعتمدوها وتفرحوا بها وليداتكم. شكرا على المتابعه، شكرا على الوقت ديالكم، نتلقاكم فيديوهات مقبله ان شاء الله وفي امان الله.